أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل النوم عن صلاة الفجر وكثرة النوم مع اتخاذ الأسباب دليل على النفاق؟ وكيف أن أثقل الصلاة على المنافقين صلاتي الفجر والعشاء؟ الذي يعمل الأسباب وينوي القيام ولكن يثقل عليه النوم هذا ليس من المنافقين، لأنه يحب الصلاة وعمل الأسباب وناوي القيام لكن غلب عليه النوم. ربما يكون لهذا سبب، وهو أنه يسهر الليل أو يترك السهر ويترك الأسباب التي تثقل عليه القيام لصلاة الفجر، لكنه ليس منافقا. إنما الذي تعمد النوم ولا ينوي القيام لصلاة الفجر هذا هو اللي يكون فيه نفاق أو هو المنافق. نعم.